السيد المدير العام للأملاك الوطنية والحكم الوطني، السادة المدراء الجهويين. أول ما بدأناه في باب الرقمنة كان باتفاق مع السيد المدير العام للديوان الأراضي الفلاحية، وهو مشكور على هذه المبادرة، ونحيي فيه الجهد والمثابرة لعمل بيني رقمي يكفل المعرفة الدقيقة على إحصاءات دقيقة محينة لمجمل الأراضي الفلاحية، ومن ثم السعي لتحصيل يكون رافدا من روافد التحصيل وإثراء الخزينة العمومية. بالرقمنة تكون عندنا نظرة سيدير جيدة، سيتون فيزيون ريال، وتسمح لنا نديروا الخطوة النوعية. الديوان الوطني الأراضي الفلاحية راح يسير أكثر من 4 ملايين هكتار، نقدروا نلحقوا حتى 5 ملايين. اليوم الرقمنة سيمبوز ديل مام، ما عندناش يعني ونا با نوتر شوا. هذا اللي خلينا نشوفوا الأراضي الفلاحية واش راح تدير، ونعرفوا المنتوجات الفلاحية اللي باش نشوفوا سدير القوة تاع الجزائر في سياستها سدير دون كادر لا سيكوريتي اليمونتير.